يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا رجل أبحث عن عمل، وأنا أدعو الله وأسأله أن يفتح علي وأن ييسر لي عملا. سؤاله: هل لي أن أسأل بعض من أعرفهم في البحث لي عن عمل، أم أكتفي بسنحة يتيسر لي ذلك؟ هذا لا بأس، تطلب منهم مال، إنما تطلب منهم مشورة، تطلب منهم مشورة، لا بأس بذلك أن تطلب مال.